السلام عليكم. عثر مساء اليوم على جثة تعود لفتاة تنحدر من ضواحي بلدية عزازقة بالغابة المحاذية لبلدية عكران، والتي اختفت منذ أزيد من أسبوع. الضحية تدعى كنزة سادات، والبالغة من العمر حوالي 18 سنة، تقطن في منزلها العائلي في أحد الأحياء الاجتماعية ببلدية عزازقة، والتي اختفت عن الأنظار منذ 7 فبراير المنصرم، أين تم إخطار المصالح الأمنية لمباشرة البحث عنها ليتم العثور عليها جثة هامدة. وقد تنقل إلى عين المكان كل من وكيل الجمهورية والطبيب الشرعي للبحث في ملابسات هذه القضية، التي راحت ضحيتها فتاة في عمر الزهور في ظروف غامضة، وفي انتظار ما ستكشف عنه التحريات في الساعات القادمة التي باشرت بها المصالح الأمنية فور اختفاء الغامض للفتاة. إنا لله وإنا إليه راجعون.